وعقب انتهاء مراسم إحياء ذكرى عيد الجلاء، أدى رئيس الجمهورية زيارة إلى مدينة بنزرت متخذا طريقا لم تقع برمجتها مسبقا، في استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار بدل الثنية. التقرير لسهير العبيدي. قام رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بتغيير مسار زيارته لبنزرت بمناسبة إحياء موكب عيد الجلاء، وفاجأ الجميع بالدخول عبر مدينة منزل بورقيبة. وقد زار قيس سعيد بعد فعاليات موكب عيد الجلاء الميناء القديم ببنزرت، أين استمع إلى مشاغل عدد من المواطنين والمواطنات المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المعطلة وغلاء المعيشة والبطالة وقطاع الرياضة وغيرها. ليس هناك مسلك معتاد، هذه لأول مرة آتي. القضية ليست في المسالك، القضية هو الوصول في الموعد وأحياء هذه الذكرى، ولا أريد الاحتفالات وتزين الطرق في المسالك التي أمر بها، أريد أن أكون دائما مع عامة الشعب. هذه بالنسبة للتهيئة، ما زالت العديد من المشاكل، وتعرفون الوضع السياسي، وستأتي المبادرات إن شاء الله في المستقبل القريب لتحقيق مطالب أهالي تونس كلها من الشمال إلى الجنوب، من بنزرت إلى أقصى أقاصي الصحراء. وكان عدد من النشطاء قد أطلقوا حملة افتراضية من أجل أن يغير الرئيس مسار زيارته الذي تم تجميله حتى يطلع على حقيقة الوضع في الولاية.